دي بطاريات وين شو الجناح؟ ايه هنا يا جل هنا يا صاحبي ماشي في ابوه. لا النصراني العادي اللي بجاه هو شيلي شيلي يا عيال اسبابك شيلي بس روحوا فيها صورت خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين وحيا الله بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضحايا باشتباكات على حضام دائرة MQ9 في مأرب وإلى التفاصيل. سقط ضحايا جراء اشتباك بين مسلحين على حضام طائرة أمريكية أسقطتها قوات صنعاء في محافظة مأرب شمالية اليمن. وقالت مصادر إن مسلحين اشتبكوا على من يستولي على حضام طائرة MQ9 في مديرية الوادي شرقي مأرب ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، مضيفة أن مسلحين قبليين أحرقوا حضام الطائرة لإيقاف الفتنة. وكانت قوات صنعاء تمكنت فجر اليوم من إسقاط طائرة MQ9 بصاروخ أرض جو وسقطت في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.